حاج ميه بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل الدخول إلى التفاصيل نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن القمع الحاصل في مدينة الناصرية، مستمر منذ 4 أيام. تظاهرات من قبل ثوار مدينة الناصرية، ثوار تشرين، المطالبة بالكشف عن مصير قتلة الناشطين، معرفتهم، كشفهم، محاسبتهم ومحاكمتهم من قبل السلطة، وأيضا إقالة المحافظ، طبعا محافظ ذي قار. الحصيلة لغاية اللحظة منذ 4 أيام، منذ يوم الاثنين الماضي لغاية هذا اليوم، هي أكثر من 107 إصابات وسبع إصابات وأربعة شهداء. اليوم ارتقى شهيد من ثوار الناصرية برصاص القوات الحكومية. القمع لا يزال مستمر لأهالي مدينة الناصرية من الثائرين المتظاهرين الذين يطالبون بالكشف عن مصير قتلة المتظاهرين، والذين أيضا لا يزالون يتساءلون لماذا تماطل الحكومة بالكشف عن مصير من قام بارتكاب انتهاكات ومجازر ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية، في عموم العراق بشكل عام، وأيضا يطالبون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي. محافظ فاسد غير مرضي عليه من قبل المتظاهرين، غير مرضي عليه من قبل أبناء مدينة الناصرية، يطالب أهالي المدينة والمحافظة بإقالته، لكن تماطل السلطة مع ذلك. البصرة أيضا نموذج لكيف يرفض أهالي المدينة أو المحافظة محافظا فاسدا، وأيضا كيف تستمر السلطة بالإبقاء على هؤلاء الفاسدين. طبعا هناك أيضا في مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار، نجا أحد شيوخ القبائل في المحافظة من محاولة اغتيال فاشلة. الشيخ هو شيخ قبيلة عبودة في ذي قار، حسين الخيون، قال إن مركبتين من نوع نيفارا فتحتا النار عليه وعلى حارسه الشخصي فجر اليوم أثناء خروجهما من مزرعة قريبة من داره وسط قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، وأوضح أن الهجوم أدى إلى إصابة حارسه الشخصي بجروح بالغة. يعني محاولات الاغتيال تستمر، ولا يزال السلاح منفلت، ولا يزال يهدد أمن الناس وحياتهم، وكذلك لا تزال الأجهزة الأمنية تمارس سياسة القمع والبطش بمن يخالف الأوامر وبمن يعارض السلطة ويطالب برحيلها. طبعا في مدينة الناصرية المطلب كان الكشف عن قتلة المتظاهرين. لماذا تعامل هذه المظاهرات بهذه الطريقة الدموية؟ لماذا تستمر السلطة باتباع أساليب القمع في التعامل مع المحتجين؟ أين وعود مصطفى الكاظمي بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين؟ لماذا لم يتم حصر السلاح بيد الدولة؟ لماذا لم يتم معاقبة من قام بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الناشطين والمتظاهرين؟ لماذا لا نزال نتابع محاولات اغتيال، منها ما تنجح ومنها ما تفشل، ضد شخصيات بارزة ساندت الثورة، دعمت المتظاهرين، تحاول دائما أن تقول كلمة الحق؟ فلماذا تعامل بهذه الطريقة الغير آدمية، الطريقة الغير قانونية، الغير شرعية، بهذه الطريقة الدموية، طريقة السلاح؟ تابعتم طبعا إطلاق القنابل الدخانية تجاه المتظاهرين، لكن دعونا نشاهد الآن لحظة استشهاد أحد المتظاهرين في مدينة الناصرية، وثقتها إحدى الكاميرات التي من طبعا الناشطين الذين تواجدوا في تلك اللحظة، فلنشاهد. طبعا تابعتم هذا الحادث مشاهدينا الكرام،
يعني كل الرحمة والخلود لهذه الأرواح الطاهرة التي ارتقت مطالبة بحق مشروع، مطالبة بالحرية، بوطن مسلوب، مطالبة بالكشف عن مصير القتلة والمجرمين، لكن يستمر هذا القمع وتستمر هذه الأرواح بالارتقاء، وكذلك الدماء تسيل على شوارع بغداد، على شوارع الناصرية في البصرة، كربلاء والنجف وكل المحافظات الوسط والجنوب التي شهدت تظاهرات ولا تزال منذ شهر 10/2019 ولغاية هذه اللحظة يستمرون بثورتهم، وتستمر السلطة بالوعود الفارغة وكذلك بالقمع المستمر للمتظاهرين. لدينا اتصال معنا السيد محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. فقدنا الاتصال. أدنى حسين من بغداد، تفضل يا سيد حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا الحالة اللي بيصير خصوصا بذيقار وكل المحافظات، نعم، هذا قمع يعني واضح وإجرام واضح بحق المتظاهرين. بحق المتظاهرين، نعم. فالموضوع القمع اللي بيصير حاليا وهذا الممنهج، لان اليوم كل المطالب، اليوم الناصريه لها مطالب. يعني الناصريه هي شو تريد اليوم؟ فقر، جوع، كل الحالات يعني المخزيه من تعامل الحكومي وتعامل هذه القوات الامنيه القمعيه ضد المواطنين، نعم، وضد المتظاهرين، هذا يؤشر على إجرام ومافيات عقل، مافيات، نعم، مو حكومة، ولاكو هناك يعني جندي، ولاكو هناك عقلية يعني مؤسسية أن يحمل هذا الجندي في مقابل هذا المتظاهر. المتظاهر، نعم، عندما يخرج من أجل حق، والمفروض أن تكون الحكومة هي ترعي هذا الحق، أن تنفذ هذا الحق. 800 شهيد كل يعني المظاهرات وكل المطالب، قل لي شو تنفذ بيها؟ شو تنفذ بيها؟ نعم. كل ما تطلع مظاهرات اكو قتل واكو اعتقالات واكو خطف واكو اغتيالات، ليش؟ زين، نعم، هاي الحكومه هي اذا تتفجح تقول انا حكومه العراق. زين، طيب اذا انت عندك واجبات لازم انت تحمي ارواح المواطنين، ماكو هيك شيء، يوميه قتل ويوميه اغتيالات ويعني على مر العالم. نعم. هذا اللي دا يصير هو عباره عن قتل ممنهج. نعم. وهذه الحكومه هي حكومه اجرام وحكومه، نعم، هذا النظام، هذا النظام الفاشي اليوم، هذا النظام اللي احنا بالنسبه ان كل عراقي وكل انسان شريف يرفض ويقول ان هذا النظام هو نظام دموي ونظام مجرم، ويتحمل كل قطرة دم اللي سقطت في كل المظاهرات من 11 إلى هذا اليوم. نعم. أنا أشكرك سيد حسين من بغداد للمشاركة، ويانا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية لك أستاذ محمد، تحية القناة وكادرة، وتحية لمحافظات العراق الثائر. أستاذ، بالنسبة للمطلب أهل الناصرية، هو لازم يكون المطلب غير هذا، المطلب هو اسقاط النظام من جمله استاذ محمد. بالنسبه للمحافظه الناصريه، لا يغير شيء، اول شيء هو المجرم الكاذب رئيس الاجرام، يعني لابد من اسقاط النظام استاذ محمد، لان الجريمه هذه مو بس على اهل الناصريه، كل محافظه في العراق تشهد هذا الاجرام الكاذب المجرم. فالعراق لابد من ثوره كامله، اما التردد وتغيير محافظ او محافظ النجف او محافظ المثنى او محافظ الموصل لن يفيد شيء العراق. اسقاط النظام من اساسه هو اساس المشكله، اما بالنسبه للدماء، نعم، والاجرام والنزيف ونحب اموال العراق لن تنتهي بسقوط هذا النظام العميل. وتحيه، نعم، لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل. السيد ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء، حياك الله. استاذ محمد، مساء النور، حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ، خلينا وحده نتقطع الاتصال، خلي وحده وحده احكي بها. طيب، الحمال تفضل تفضل. يعني هسه المظاهرات، يعني اقول يعني شنو، يعني اولا المفروض العراق ينبني، الناس يعني شويه تتحقل، العالم شويه تشوف طريقها، ما يصير يعني العلامة يعني نبقى بهالوضعيه يا استاذ محمد. يعني العراق يعني لا، يعني احنا يعني هسه شوف الدول، يعني بفد احنا بس العراقيين، يعني هاي الدول كلها. يعني أنا أريد أسألك سيد أبو شيماء، أنت مع المظاهرات أم ضد المظاهرات؟
انا ضد، انا ويا الناس السلميين يعني اللي ما يحرقون ولا يقتلون ولا يسوون ولا يؤذون الناس. انا يعني وياهم. يعني اذا انت اذا انت ويا الناس السلميين اذا انت ويا الناس السلميين اللي ما يحرقون واللي ما يضربون واللي ما يقتلون، اذا انت مع المتظاهرين؟ اي طبعا السلميين يعني. نعم. طيب انت برايك من اللي يحمل السلاح اليوم؟ السلميه يعني اللي ما يؤذون، هذا حق من الناس. أنا طبعا. سؤالي برأيك طبعا. الشخصي من الذي يحمل السلاح اليوم في العراق؟ يعني السلاح قبلك؟ كل السلاح، من اللي يمتلك السلاح اليوم في العراق؟ الدولة السلاح طبعا، عند الدولة السلاح، من ما أقوى، بس الدولة عندها سلاح عادي. الدولة عندها سلاح، طيب والأحزاب؟ الأحزاب هاي شيء خصهم، هاي الأحزاب هاي شغلة بالأحزاب أستاذ محمد. هاي الأحزاب إحنا من ذاك اليوم لهاليوم، الأحزاب إحنا ما إحنا عندنا دولة وعندنا قائد حامل القوات المسلحة. طيب. وعندنا الجيش وعندنا الحكم. أني سؤال أني سؤالي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة يوم اللي استلمه بشهر 5/2020 إيش قال؟ قال أني أنطيت أمر لكل قيادات الأمنية بإيقاف العنف ضد المتظاهرين. برأيك ليش اليوم صار خلال 4 أيام بالناصرية أكثر من 107 إصابات وأربع شهداء؟ ذولا منو اللي قتلهم؟ مو القوات الأمنية الموجودة؟ طيب ليش العنف يستمر إذا هو أنطى أمر القوات بإيقاف العنف؟ أستاذ محمد تدري ذولا اللي يعني فضائيتكم ليش ما طلعهم؟ ذولا خطية القوات الأمنية ضربوهم. طيب. يعني مو عراقيين ذولا؟ يعني ضربوهم طلعوهم خطية بيضربوهم، واللقطات تطلعوا يضربون بيهم قوات طيب. أمنية. تدري حضرتك الفترة اللي فاتت كان هناك أيضا مظاهرات بالناصرية، واللي صار أنه القوات الأمنية مكافحة الشغب أطلقت النار على الجيش اللي كان واقف ويا المتظاهرين وسقط شرطي قتيل. طيب هاي قوات مكافحة الشغب حكومية أطلقت النار على الجيش، يعني الأمن والحكومة بقواتها واحد يضرب النار على الآخ، ما تفرق عندهم منو قدامهم إن كان جيش أو غير جيش طالما وقف مع المتظاهرين. هاي هم لقطات عرضناها وهم حضرتك أكيد شفتها. إيه سيد حمد، هاي تصير إشكالات وما تصير. بأي دولة بالعالم؟ بأي دولة بالعالم يا سيد أبو شيماء، بأي دولة بالعالم مكافحة الشغب تطلق النار على الجيش؟ بأي دولة بالعالم هاي موجودة؟ استاذ الحزيز هاي دائما تصير الشغلات، مو من تصير حساسيات بين الجيش ومرات وبين اللعبة، يعني مو قصدهم انه مواجهه تصير يعني بالخطا. يعني احنا ما نقدر شماعه هاي انه الجيش مكافحه الشغب. اشهد لك استاذ محمد اقول المفروض العالم يتحدون، المفروض يتحدون، المفروض يعني ترى العالم متحدين بشغله يا ابو شيماء. العالم اليوم بالعراق، العراقيين متحدين بشغلة كلش مهمة، وهي أنه إحنا صارنا 18 سنة من الخراب والفساد والميليشيات والسلاح. وش حققت هاي الدولة؟ إنه العراقيين اليوم مجتمعين على رأي وهو إسقاط النظام. لأنه أنت هسه مواطن عراقي عايش في بغداد أو عايش في أي محافظة عراقية، اليوم لما تقول الدولة إحنا صرفنا 80 مليار دولار على الكهرباء، وين الكهرباء؟ لما تروح اليوم على المستشفى وما تلقى بيها لا أجهزة ولا دواء ولا كادر، وين الفلوس اللي انصرفت على هالقطاعات؟ العراقيين اليوم فعلا متحدين. اي صحيح، انا وياك انا بهاي شغله الفساد. طيب. انا وياك ما 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 مت 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 هذا مختلفين على هالشيء هاي. بس شو نسوي يعني؟ هاي واقع حال يا استاذ محمد، شو نسوي يعني؟ احنا نقطع نحكي. سيد ابو شيماء، سيد ابو شيماء، احنا خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون واقعيين. الدستور اللي وضعت الحكومات وصدقت عليه وروجت له وقالت انه هذا من اعظم الدساتير اللي شهدها العالم بنص، شو يقول؟ النص يحق لك تعبر عن رايك بالتظاهر السلمي، وايضا التظاهر السلمي هو حق، حريه التعبير عن الراي حق مكفول ومشروع لكل مواطن، هذا منصوص عليه بالدستور. الناس مثل ما انت متفق وتقول فعلا اكو فساد واني مؤيد لهذا الكلام، الناس نفس الشيء طلعت تعبر عن رايها بالطريقه المشروعه. ليش تقمع؟ ليش تريد الناس تبقى ببيوتها وتسكت عن الظلم؟ سيد ابو شيماء فقدنا الاتصال. سيد ابو شيماء طبعا بدنا نتحاور. السلاح اليوم وباعتراف الحكومات السلاح اليوم موجود بيد الميليشيات، بيد الفصائل اللي يسمون نفسهم فصائل المقاومه وبيد الاحزاب، وهذا كلام مو كلامي ولا كلام ابو شيماء ولا كلام اي متصل من عندنا، هذا الكلام كلام الـ الاحزاب، اي متصل طبعا بالبرنامج، كلام الاحزاب، كلام
السياسيين الموجودين يتحدثون عن فرق الموت، واحدهم يطلع على التلفزيون يقول انا ما اقدر احكي لان باكر يقتلوني. اذا هذا اكبر دليل انه هناك سلاح وهناك ميليشيات موجوده. ابو شيماء موجود، تفضل يا ابو شيماء. اي استاذ محمد، فقلت لك يعني هي صحيح وياك اني هو اكو فساد مو ماكو فساد. طيب. والدكتور طبعا يلحق المتظاهر، بس المتظاهر السلمي استاذ محمد، المتظاهر السلمي. انت شوف يا شوف يعني يا سيد ابو شيماء، شنو السلاح اللي شفته امتلكه المتظاهرين خلال هاي المظاهرات؟ هل شفت قطعه سلاح واحده؟ وانا من عندي شريد منك يعني. اذا اكو، بس اسمح لي سيد ابو شيماء، كل شيء هسه موثق بالصوت والصوره بالتليفونات والكاميرات وكله موجود والعالم كله دا يشوف اللي دا يصير. اذا عندك الدلائل اللي تثبت انه المتظاهرين في العراق باي مكان رفعوا قطعه سلاح واحده، ارجو منك انه تنشرها، ترسلها لنا. ارجو منك اذا فعلا كان عندك دليل واحد انه في التظاهرات رفع سلاح. استاذ محمد، هذا السيد البطاط قتلوه، وذاك الاخ الحل قولوا له منين هم هذول؟ منهم ابويا قتل هو يا استاذ محمد. شوف يا سيد ابو شيماء، حتى ما اجيب لك اياها، حتى اجيب لك اياها بالطريقه اللي تفهمها سيد ابو شيماء. هذا اللي من الناصريه، هذا مو قتلوه هم يا قتله، هم قتلوه منهم اللي قتلوه؟ هم المتظاهرين استاذ محمد. ايش مدري هذا المتظاهرين؟ وين دليلك على هذا الكلام؟ مو محسوم استاذ محمد. وين دليلك على هذا الكلام؟ استاذ محمد الانسان مو محسوم، اكو ناس يعني هسه كلهم صحيح، هم اكو ناس مدسين بيهم، ما اقول لك انا صحيح محسومين. طيب. هم اكو ناس مدسوسين بيهم، اكو ناس يعني دور النشطاء كلهم زينين، هم اكو ناس تدفع لهم دول فلوس. طيب. شوف يا سيد ابو شيماء، شوف يا سيد، اسمعني بس، اسمعني لو سمحت اسمعني. صار اكو ترويج خلال الفتره الماضيه بانه لازم تكون اكو ثوره مسلحه، وطلعت هاي الاصوات اللي منا ومنا تغرد بهذا الكلام وتقول بانه لازم يكون اكو رفع للسلاح حتى نواجه الحكومه. ايش طلعوا المتظاهرين ببيان؟ اللجنه المنظمه للتظاهرات عفوا خرجت ببيان واضح وصريح، قالت احنا من اول يوم طلعنا به رفعنا شعار السلميه ومستمرين على هذا الشعار، لأن هو الحل الوحيد في التعامل مع آلة قمعية حكومية وميليشياوية. المتظاهرين اليوم وأمس وقبلها ومنذ انطلاق الثورة هم حددوا الهدف، الهدف إسقاط النظام، والوسيلة هي طريقة سلمية. روجت السلطة لموضوع السلاح وتحدثت الميليشيات عن السلاح، ولو فعلاً كان أكو قطعة سلاح واحدة مرفوعة في التظاهرات لقمعت هذه الثورة بأشد الوسائل، لكن لأنها كانت سلمية دخلت السلطة في مراحل كثيرة من الإحراج، تقمع والناس تصور، لكن أيضا هي محرجة أمام العالم من طريقة البطش والتعامل مع المتظاهرين. أبو شيماء أكيد انقطع لأنه سمعت الاتصال انقطع. طيب، عندنا السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. طيب، أبو رحمة من الطارمية، تفضل يا أبو رحمة. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون تحمل استاذ محمد؟ حياك الله ابو رحمه، كل الهلا، تفضل. انا عمر ابو رحمه من الطارميه. نعم، اهلا وسهلا. انا استاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. ان الله غافل عن الظالمون، صدق الله العظيم. حاشا رب العالمين ان يكون غافلا عن هذه الحكومه. نعم. وما يجري في الساحه. نعم. وما اعرف منين ابدي لك، من التعيينات، من التظاهرات. نعم. سيد أبو رحمة، رأيك بكلام السيد أبو شيماء من بغداد اللي يقول بأنه الناس خلي تقعد بالبيوت، احنا نعم اكو فساد ونعم كذا، بس مو بهالطريقة، خلي الناس تقعد بالبيوت حتى الحياة تمشي. هل أصلا الحياة ماشية بالعراق؟ نعم. هل اكو حياة بالعراق أصلا حتى تمشي ولا ما تمشي؟ عن احنا إذا قعدنا بالبيوت، احنا يعني الحكومة ايران وهالاحزاب اللي بالعراق. نعم. فما نقدر يعني تطلع تظاهرات يوتين كثير، ومع المعلشف نعم مستوى الكاظمي، يعني ما ادري شو بس التظاهرات، ما ادري شو بس قاعد يجري في الساحة. نعم. الكاظمي برايك انت الشخصي، هو يشوف ولا ما يشوف؟ يشوف طبعا. طيب اذا كان يشوف اللي دي يصير، ليش ساكت على اللي دي يصير؟ اليوم 107 اصابات قابله للزياده، واربعه شهداء ايضا هذا العدد قابل للزياده، ما دي يشوف هاي الارقام، ليش ما يتحرك؟ استاذ
استاذ الاحزاب نعم شبيها الاحزاب. ابو رحمه فقدنا الاتصال وياه من الطرمه. ها موجود موجود تفضل يا ابو رحمه. ابو رحمه الو اسمعك تفضل. ما موجود للسيد ابو رحمه ويانا يبدو الصوت به مشكله. طبعا منظمه هيومن رايتس ووتش اتهمت اللجان التحقيقيه الحكوميه اللي شكلها مصطفى الكاظمي بشان عمليات القتل والاخفاء القسري بانها لم تعلن حتى اليوم عن اي نتائج بشان عملها. هاي منظمه دوليه تنظر الى موضوع التحقيقات وتقول بانه هاي اللجان اللي شكلها الكاظمي لجان تخفي الحقائق. طيب ليش يشكل لجان مشكوك بنزاهتها؟ متى سيعلن عن نتائج التحقيقات؟ هل سيكون الموضوع مثل التحقيقات اللي اعلن عنها عادل عبد المهدي واللي طلعت بالنتيجه انه بعض الضباط اللي تصرفوا تصرفات فرديه واطلقوا النار على الناس اودوا بحياه اكثر من 800 شهيد في بدايه التظاهرات، وتقول الحكومه بتقريرها انه ذولا مجموعه ضباط شويه هم شالوا السلاح وبدون اوامر واطلقوا النار، هل هذا كلام منطقي؟ هل اليوم اللي دنشوفه بالناصريه واللي دنشوفه في البصره وفي النجف وكربلاء وبغداد وغيرها من المحافظات تصرفات فرديه، شنو هالتصرفات الفرديه اللي معممه في كل المحافظات العراقيه اللي شهدت تظاهرات انه تستخدم السلاح الحي والقنابل المسيله للدموع اللي توجه ضد الاجساد مو بالهواء تطلق مباشره على المتظاهرين؟ هل هذه فعلا هي تصرفات فرديه؟ هل اصلا يثق المواطن العراقي او المتظاهر العراقي بتقارير اللجان الحكوميه؟ هل هذه اللجان يعني قالها احد السياسيين قال بانه رئيس لجنه النزاهه يحتاج لجنه نزاهه، هذا قالها احد المسؤولين في الدولة. إذا كانت العملية تدار بهذه الطريقة، هل يثق العراقيون بهذه اللجان الحكومية المشكلة؟ هل فعلا ستكون صادقة بإخراج النتائج وتكون نزيهة وعادلة وشفافة في كشف الأسماء والحقائق التي حدثت في العراق؟ من معنا؟ طيب المشاهدين الكرام، إذن الأعداد قابلة للزيادة بالنسبة للإصابات الموجودة اليوم في مدينة الناصرية. مدينة الناصرية شهدت قمعا لا مثيل له لأنها تستمر طبعا بالتظاهر ولم تنطفئ فيها ثورة شرارة الثورة لغاية هذه اللحظة لغاية اليوم. تستمر ثورة تشرين في مدينة الناصرية، طبعا هي تأتي وتذهب في بعض المحافظات الأخرى لكن تستمر في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. هذا دليل طبعا على تمسك العراقيين في هذه المدينة، طبعا في كل المحافظات في كل العراق لكن في هذه المدينة بشكل أخص بمبادئ الثورة، الحفاظ على مطالبهم، الإصرار على كشف قتلة المتظاهرين جميل الشمري وغيرها من القيادات الأمنية اللي سفكت دماء العراقيين لا تزال طليقة لم تحاسب، لم يتم إلقاء القبض عليها رغم صدور أمر بمنع من السفر لكن هذا الموضوع لم يطبق حتى هذه اللحظة، لم يتم الإتيان بجميل الشمري للمحاسبة وللمحاكمة لا يزال طليق. عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. يقول أستاذ محمد العراق وللحديث بقية يبقى في هذه الدوامة حتى القضاء على السفارتين الأمريكية والإيرانية وطردهم من العراق، هم بحماية هؤلاء العملاء والأجهزة الأمنية الفاسدة في الخضراء لقمع الاحتجاجات الشعبية المحسوبة الاحتجاجات الشعبية المحسوبة على العراق وشعبه وإخراج المحتل وأدواته من العراق، وإلا مسلسل التدمير والقتل سيستمر. لدينا رسالة. أخي العزيز الماء يطلع ويا المتظاهرين خلي يلبس شيلة مرته. أما كلامك عن السلاح، السلاح بيد الأحزاب وهذا شيء معروف عنه، أما المتظاهر في الناصرية والمسؤول عن قتلهم هم الميليشيات. أخوكم سعد من النجف الأشرف. شكرا يا سعد للرسالة. يتهم المتظاهرون الحكومة مباشرة بالقمع الحاصل لأن من ينفذ هذا القمع هي الأجهزة الأمنية أولا وبعد ذلك الميليشيات.
بكافة أنواع الأسلحة بطرق متعددة، وبالتالي تتحمل الحكومة مسؤولية الأرواح التي تزهق والإصابات التي تحدث. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المقطع اللي شفتوه هو إصابة من المتظاهرين في مدينة الناصرية، مثل ما شفتوا مصاب بطلق مباشر من القوات الحكومية، دم يسيل من هذا المتظاهر. نتمنى له طبعا السلامة، ونتمنى السلامة لجميع المتظاهرين اللي خرجوا بطريقة سلمية حضارية للإتيان بحقهم للحصول على حق مسلوب من قبل أحزاب السلطة. الأصوات التي تتحدث عن البقاء في البيوت، هذه أصوات سلبية تؤثر بالطبع على الثورة وعلى طريقتها وعلى مسارها، وبالتالي هي ربما يعني احنا ما نريد نظلم أحد، سيد أبو شيماء أو غيره، ما نريد نتهم الناس يعني بشكل باطل، لكن نستغرب من الكلام اللي يوجه للناس بالعراق وكأن الحياة وردية وكأن الأمور طبيعية والحياة ماشية بدون مشاكل، حتى يطالب من الناس اللي صار لها 18 سنة تعيش تحت وطأة الظلم والقهر والجوع والفساد أنه تبقى بالبيوت وتسكت وتخلي الحياة تسير وتمشي. لما السيدة وشيماء يعترف أو غيره من الناس يعترفون بوجود فساد في العراق، فلماذا يسكتون عن الظلم؟ لماذا يسكتون عن الفساد؟ لماذا يريدون أن يبقى غيرهم ساكتين أيضا عن هذا الفساد، عن هذا الظلم؟ الرجل لا يؤمن بوجود سلاح لدى الميليشيات، طيب، لكن على الأقل مبدأ موضوع الفساد، لماذا تسكت عن هذا الموضوع؟ لماذا يرضى بعض من العراقيين، شريحة من المجتمع، أن تتحمل هذا الظلم وتعيش بالواقع الموجود؟ طيب ليش ما تطلع؟ ليش ما تغير؟ شنو اللي يمنعك؟ أنت انتخابات جربت، والانتخابات تسير وفق ما تشتهيه هذه الأحزاب، يتم التزوير ويتم التلاعب بالنتائج، وصوتك إذا أنت اختاريت إنسان تعتقد أنه شريف لن ينجح لأنه شريف، وبالتالي الأمور ستسير وفق ما تريد هذه الأحزاب. لما يجي مقتدى الصدر يقول بأنه أنا الذي أتيت بالكاظمي وأنا لدي ضلع في كل حكومة جاءت إلى العراق وحكمت العراق بعد الاحتلال، ولولاي بحسب ما صرح لما تشكلت حكومة، يعني أصوات الناس ما لها معنى في نظر الأحزاب الموجودة في العراق، في نظر من يشاركون في العملية السياسية. فلماذا يسكت البعض على ما يحدث؟ لماذا يرضون على أنفسهم أن يعيشوا في ظلم، أن يعيشوا في قهر؟ اليوم قد ما واجهها السيد أبو شيماء أو غيره، لكن ربما غدا سيواجهها في دائرة حكومية، في مستشفى، في قضية معينة متعلقة بالدولة، وسيواجه الفساد وسيرتبط أو يتعامل أو يحتك مع هذا الفساد الموجود، أنه أنت ما تقدر تمشي معاملتك بدون رشوة، أنه أنت يتم اعتقالك بدون مذكرة قضائية وبدون
تهمة حقيقية، مجرد دوافع طائفية أو أسباب أو تهمة كيدية. أنه أنت تعيش في بلد من أغنى بلدان العالم وما عنده كهرباء، المواطن ما عنده كهرباء بعد إنفاق الدولة أكثر من 80 مليار دولار بحسب تصريحات الدولة الحكومة. أنه اليوم نتحدث عن وزارة الصحة والقطاع الصحي المنهار، وأزمة كورونا فضحت هذا القطاع. أنه نتحدث بحسب الأرقام الحكومية أو الأرقام الدولية الأرقام الدولية عن من 250 ألف إلى مليون شخص مفقود ومغيب. لما اليوم نتحدث عن مدينة مثل الموصل ومدن المحافظات المنكوبة اللي وصل بها نسبة الدمار أكثر من 95% ولا تزال غير معمرة رغم الوعود الحكومية، أن نتكلم على التلوث والأوبئة والأمراض المنتشرة في جنوب العراق بسبب المياه الآسنة والغير صالحة للشرب والملوثات التي تخرج من حرق الغاز والنفط وغيرها الموجودة في جنوب العراق والأمراض المنتشرة، عن الخدمات المعدومة، لا صرف صحي ولا استفادة من مياه الأمطار ولا سدود ولا غيرها من الخدمات اللي توفر حياة كريمة وتسهل الأمور على المواطن. كل هذه طبعا هي جزء بسيط من الحقيقة الموجودة في العراق. كيف يرضى الإنسان أن يعيش في بلد به هذه المواصفات بعد 18 سنة وهي متأخرة شوية، لكن خرجت ثورة تشرين اليوم؟ طبعا أيضا مشاهدينا الكرام نذكر أن اليوم هي الذكرى العاشرة لمظاهرات 25 شباط اللي صارت في 2011 في بغداد، واللي قمعت عن طريق حكومة نور المالكي بالسلاح الحي وطائرات الهليكوبتر التي حلقت على مستوى منخفض وأطلقت النار على المتظاهرين، لأنهم أيضا طالبوا بمحاسبة الفاسدين وطالبوا بحق مشروع. من معنا؟ السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك كل الهلا، تفضل يا أبو عمر. وحياك الله قناة الرافدين، وحيا الله جميع مشاهدين قناة الرافدين. الله يسلمك، حياك. الله يسلمك أستاذ محمد. بالنسبة للتظاهرات والقمع اللي قاعد يصير والقتل اللي قاعد يصير، هذا قتل متعمد من قبل حكومة الكاظمي. الدستور العراقي أستاذ، من هم نطلوا وضحوا للعراقيين انه من حق المواطن العراقي ان يظاهر، ان يطالب، او يعني اي شيء اذا ما يعجبه يطلع يطالب. هذا الشيء اللي قدمه الدوله، لكن للاسف هذه التظاهرات اللي كانت موجوده في العراق هي تظاهرات العراقيين، يعني من حقهم، لان الحكومه العراقيه هي متعمده بالقتل وما شاف الشعب يعني من عندهم اي مبادره، لانه جميع حقوق المواطن العراقي مسلوبه من حقهم استاذ محمد، وهو يدري العراق ويدري كل العالم هم متعمدين بهذا الشيء. يعني الروح الوطنيه وسكوت العراقيين جميعا، انه واحد ما يتكلم وما يحكي ويظل ساكت ومتحمل هذا الدمار ومتحمل هذا القتل، لكن الشعب العراقي استاذ يعني ما ممكن ان يتحمل طيله هاي الفتره. يعني شعبنا العراقي بيتدمر يوم بعد يوم. ليش نشوف اليوم يا ابو عمر بعض الناس يستكثرون على العراقيين أنه يطلعون يطالبون بحقهم؟ ليش نشوف أصوات ما تأيد هذا اللي دا يصير اليوم وكأنه هم مو بالعراق؟ وهذا الكلام مو كلام مسؤول حتى نقول مثلا أنه هو مصالحه راح تخرب، لا، هذا كلام ناس مواطنين يعارضون أنه أنت تطلع تتظاهر، ما يأيدون فكرة التظاهر. طيب شلون الناس تجيب حقها إذا ممنوع التظاهر وبالانتخابات تزوير؟ طيب الناس شلون تحصل على حقها؟ استاذ محمد، هو هذول الناس اللي العفو للاحترام، يعني جميع باقي الشعب العراقي ناس نقدر نقول يعني من ضمن هاي الطبقه الفاسده. الناس يعني كل بعض العالم في بعض الشعب يعني مستفاد من هاي الامور، من يشوفون بعض الشعب العراقي، يعني هذا الشعب العراقي يعني مو انه هالمجموعه التظاهره فقط، الشعب كله يكبر، يعني الشعب محتاج امور واي، خدمات، بنى تحتيه، اجهزه عمليه، زراعه، صناعه، بس لكن هاي الطبقه البعض هي مؤيده للاحزاب الفاسده، فمصالحها تنضرب، يعني من يشوفون بعض الشعب والشباب ثوره تشرين اللي طالعه هاي يسببون لهم يعني باعتبار مصالحهم تنضرب،
يعني اذا تغيير هاي الامور وتغيير العمليه السياسيه وتغيير هاي الموضوع يتم بشكل خطر لهم استاذ محمد، لان هم مستفيدين من هاي الاحزاب، مستفادين هاي السلطه، لكن ما عندهم انه القدره اللي يطلبون بحقه يظاهرون ويوقفون مع الشعب، لانهم مكتفين الايدي وماخذين الرشوات وماخذين الامور يعني البسيطه من دي، يشوفون الشعب دي يظاهر يطالبوا بحقه فيستهانون بالدم العراقي. يعني سيد ابو عمر، بالنسبه للي مستفادين، بالنسبه للي مستفادين من الدوله، الاستفاده حتكون على شكل استفاده ماديه، لكن جوانب الحياه الاخرى، يعني مثلا الناس من طلعت اليوم او من طلعت من 2019 وقبلها، احنا صار لنا اليوم بما انه مناسبه الذكرى العاشره ل 25 شباط، فنقول صار لنا 10 سنوات الناس تتظاهر تطالب بحق مشروع، تطالب بالخدمات، تطالب بالتعيينات، تطالب بالحياه الكريمه، الاقتصاد الجيد، النظام الامني اللي يحمي حقوق الناس وحياتهم، يعني ما طلعوا يطالبون بفلوس مثلا، فالاستفادة حتعم على الكل، الناس المستفادين من السلطة من الناحية المادية. ماذا عن باقي جوانب الحياة؟ يعني هو عايش في بيئة إذا مطرت الدنيا تفيض، إذا كهرباء ماكو، عايش على المولدات، الإنترنت سيء، وغيرها من الخدمات الأخرى طبعا، هذا مستفيد بس من الجانب المادي. طيب ماذا عن باقي جوانب الحياة؟ ما يفكر بها؟ أستاذ محمد، هذا يسمونه يعني أكو واحد يقول ما رضوا بجزية، رضوا بجزية، ما رضوا بجزية، رضوا بجزية خوف، يعني من هالمثل. فهذول الناس اللي موجودين رافضين مبسط الأمور هي اللي هي الناس المستفادة من عندهم، يعني فاقدين الأمور الحياة الباقية. طيب باكر عندكم أولاد وهاي أولادكم أيضا أن يراد لهم مكانة، يراد لهم فد تعيين، يراد لهم فد مفهومية، يراد لهم المجتمع العراقي، يعني كافة المدوان يستفادوا من عدة. طيب التفاش عقبة ابنك كبر، أخوك كبر، شنو فائدته؟ هم راح تخلي بالحزب، هم راح تخلي معارض للشعب، هم راح يختم. هذه كلها هذا التخلف اللي صار عندنا من قبل هاي الحكومات الفاسدة، يعني دمرت الفكر العراقي، خلته بس من هاي يتحمل على شيء واحد، يعني نقدر نقول يسكت ومعقول مستفاد. طيب من هاي الفله الفاسده، فما يقدر انه يقدر يتكلم ويصوت. انا اشكرك يا ابو عمر من بغداد، وضحت فكرتك، شكرا للمشاركه. عندنا السيد صباح من بغداد ايضا، تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة اللي جاي يطير بالناصرية، يعني هو هذا الإرهاب، يعني إرهاب حكومي. يعني هسه اكتشفهم الأهالي بالناصرية وأهالي الشهداء وأهالي اللي أولادهم طلعوا من مظاهرات، اكتشفهم أن اللي جاي يقمعهم هي قوات أمنية يسموها نظامية من جيش وأسوات الطوارئ، أفواج الطوارئ والشغب، هم اللي ذولي جاي يرمون رمي حي على المتظاهرين وعلى صدور المتظاهرين ويقعون شهداء وجرحى ورمي عشوائي والمسيل للدموع. الأخبار اللي جاي تصنع، يعني مدخنة كل الناصرية من المسيل للدموع اللي جاي يطلقونه، يعني يعني الدولة هي اللي جاي تقمع بمن بالمتظاهرين، ما جاي تتعامل معهم على ضوء الدستور اللي هم خلوه وخلوا حق التظاهر. يعني الدولة ما تريد أحد يتظاهر، تريد الوضع يبقى على ما هو عليه من سرقة وفساد وما حد يحاسب أحد. شفنا مصطفى الكاظمي يعني رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ما طلع للتلفزيون ومنع القوات الموجودة بالناصرية من رمي العيارات النارية. يعني المفروض بيك قائد عام وهو المسؤول على كل القوات الموجودة من داخلية ودفاع بالناصرية، المفروض ينزل بيان عدم رمي الإطلاق الحي ضد المتظاهرين، لكن ما نزل هيك بيان. لا لا لا، اسمح لي سيد صباح، هو أمر منذ بداية التسلم المنصب، قال بأنه أنا أمرت قواتي قيادات الأمنية بأنه ما يستخدمون العنف ضد المتظاهرين، هذا أمر مباشر مو تغريدة. طيب إذا أمر مباشر وما حد استجاب له، شنو قيمته إذن هو وهذا المنصب وهذه التوصيفات الكبيرة، وهو ما يقدر يمشي أوامره على قيادات الأمنية؟
استاذ محمد هذا كاعلام ينزل بيانات وغيرها، لكن على واقع الحال من القوات الامنيه اللي هي ارتباطها برئيس الوزراء من قاده الفرق وغيرها ومكافحه الشغب وغيرهم، المفروض غير ينفذون الامر هذا اللي جاهم من القائد العام للقوات المسلحه، لكن اصرارهم على الرمي الحي هذا يدل على انه عندهم امر سواء من محافظ ذي قار الحكومه المحليه او المركزيه في بغداد، وزير دفاع، وزير داخليه، الاجهزه الامنيه وينها؟ الامن الوطني والمخابرات اللي خاصين فتنه والاستخبارات العسكريه طايرين بس على ابرياء وعلى طارميه وغيرها وعلى المخبر السري، انت وين ذول اللي جاي يرمون بامر منو جاي ترمي على الناس اللي اعمارهم بتتراوح بين ال 15 وال 30 سنه كلهم شباب، ليش ذولي ما عندهم اهالي؟ شلون تقتلون نفس؟ اذا انتم جاي تحمون الاحزاب، كل هاي الحكومه الموجوده من دفاع وداخليه واجهزه امنيه جاي تحمي احزاب في سبيل تستمر بالعمليه السياسيه، ما يريدون لا فتح ولا سائرون ولا حزب الدعوه ان ينزاح من هاي الدفه الحكم اللي صار لها قام على قلوب العراقيين 18 سنه. طيب يعني سيد صباح عثمان الغانمي وزير الداخليه راح اليوم للناصريه او امس اليوم وانطرد، انطرد من قبل المتظاهرين، ما رادوا وجوده لأنه ما مقتنعين بأي أحد من هؤلاء. عثمان الغانمي صاحب مقولة أنه نحن نحمي النظام السياسي في العراق لما كان رئيس أركان الجيش. طيب واحد بهذا المنصب ولما كان رئيس أركان الجيش صرح هذا التصريح أنه هو يحمي النظام السياسي في العراق بغض النظر النظام فاسد ولا لا، هو يحميه، هذا الشخص هل يعول عليه أنه يكون منصف عادل في محاسبة قيادات الأمنية اللي أطلقت النار، محاسبة العناصر اللي تستخدم الأسلحة الحية ضد المتظاهرين؟ طبعا عثمان الغانمي هو تابع الحزب، يعني من صار رئيس أركان يعني أكيد مسنود من حزب الدعوة اللي خلوه بهيج منصب، وصار القمع الموجود بالمحافظات السنية بال2013 هو جزء من خراب ودمار المحافظات السنية، تم ترقيته إلى منصب أعلى وزير داخلية، المفروض به يمنع كل الأجهزة اللي تابعة إلى من طوارئ أو القوات الشغب أو غيرها اللي تابعين إلى، المفروض يأمرهم بعدم إطلاق الإطلاقات الحية ضد المتظاهرين، لكن هو ذهب للناصرية وعودت سقطهم الشهداء، يعني هو دليل على أن مأيد كل اللي القمع اللي جاي يصير بالناصرية ضد هن بالناصرية، الغانمي جزء من عملية سياسية ومسنود من الأحزاب، فجاي يحمي الأحزاب اللي هي نصبته، لأن هم مستفادين هاي الفساد والرشاوي والفلوس اللي جاي يسرقوها الغانمي وغير الغانمي، فيقول لك أنا حافظ على هالمنصب، ما تهمهم أرواح الناس ومطالب الناس اللي هي كلها مطالب شرعية، ولازم يوفرون الخدمات. طيب. ولازم يوفرون الأمان ولازم يوفرون الوظائف، الغانمي أو وزير الدفاع كلهم أداة قمع بيد حزب الدعوة اللي هو نور المالكي جاي يدير الدولة الخفية يسموها، نور المالكي مسيطر على كل شيء. طيب. والصراع الحقيقي أكثر من مرة قلناها راح يصير على الانتخابات القادمة على منصب رئيس الوزراء، والضحية منه الضحية الأبرياء من سنة وشيعة. أنا أشكرك يا سيد صباح، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. جمع عناد وزير الدفاع صاحب مقولة صاروخ صاروخين ما يثرن على الدولة، ووزير الداخلية صاحب مقولة نحن نحمي النظام السياسي في العراق. هذه هي الوزارات أو الوزارتين المعنيتين بحماية أرواح الناس والحفاظ عليها، هكذا هم مسؤولوها يتعاملون ويصرحون بهذه الطريقة، ليست لديهم سلطة على قواتهم وليست لديهم رغبة أصلا بحماية أرواح الناس. لما يصرح وزير دفاع يبرر للميليشيات قصفها، ولما يصرح وزير الداخلية بحماية الفاسدين أنه هاي أولويات الجيش أو أولويات وزارة الداخلية من وجهة نظره. عندنا رسالة من إحدى الطالبات من محافظة الأنبار تقول عفواً، السلام عليكم أستاذ محمد، وياك إحدى الطالبات جامعة الأنبار، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى وزارة التعليم العالي بمعرفة مصير طلبة هذا العام الدراسي، يكون إلكتروني أم حضوري؟ والله الطلبة يعيشون بحالة غلق، ما نعرف، ناس تقول حضوري وناس تقول إلكتروني، ما فهمنا، كل هاي صعوبة تقع على الطالب والطالبة. هذه رسالة طبعا من إحدى الطالبات في محافظة الأنبار. عندنا رسالة أخرى من أبو ثائر من صلاح الدين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلامي وتحياتي للأستاذ محمد وجميع كادر قناة الرافدين، الله ينتقم من كل من يظلم الشعب العراقي ويسفك دماء المتظاهرين الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
مشاهدينا الكرام نتساءل ما مصير هذه الدماء التي سالت، ما مصير الذين أصيبوا في مدينة الناصرية خلال 4 أيام مضت، متى سيتم الكشف عن قتلة المتظاهرين، متى ستحاسب الحكومة من رفع السلاح ووجهه تجاه المواطنين أو المتظاهرين العزل السلميين، متى ستتعامل السلطة بحزم، هل سيكون عن طريق هذه السلطة أم سيكون عن طريق حكومة وطنية ينتخبها العراقيون يختارونها بأيديهم في انتخابات ليست هذه الانتخابات، في انتخابات فعلا حرة ونزيهة خالية من هذه الأحزاب. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.